الشهر الجاري، وبسم الله وعلى بركة الله انطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم في كل مكان. أول أشواط الصباح وأقواها في هذا اليوم، هذا هو أو في هذا الصباح أقواها في هذا الصباح، ولكن الأقوى ستكون في تمام الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم. أشواط الرموز وأشواط الفضة وأشواط التحدي، ولكن هذا الشوط هو الأقوى في فترة الصباح، وقد رصد لهذا الشوط جائزة عينية قيمة سيارة للمركز الأول. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول رمز لمبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي على مقدمة الشوط، وفي الصدارة ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تحتل المركز الثاني قاده لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الثاني، قاده دور المركز الثالث، ومن تتقدم عقار لسعيد بن محمد بن كيله العامري تحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل فيه ناصية لمحمد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري، بينما المركز الخامس خطاب النداء سيكون مع من تتقدم هنا ملامح لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري، من خطف الشوط الأول الرئيسي في يوم الأمس. هذا هو نفس الشعار يعود في هذا اليوم. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، حفلنا الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط، والعود أحمد رمز ما زالت على صدارة الشوط، ما زالت في المقدمة لمبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. يا سلام، تنطلق انطلاق قوي وصاروخي وتبتعد ابتعاد كلي عن المشاركات، وجرت الشوط رمز بهذا الاسم الكبير وبهذا الشعار العملاق، تسيطر مشاهدينا الأعزاء بشعار الفلاحي على المركز الأول وعلى الموقع المستهدف من كل المشاركين. يا سلام، مشاهدينا الأعزاء، وتسيطر على الجائزة العينية القيمة نيسان بترول ستيشن T2، نتمنى لها التوفيق ولكل المشاركين. هذه رمز على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، وتقترب من أن تنقضي منتصف مسافة الشوط أو أول كيلوين مترين عن بداية هذا الانطلاق. ننتقل من رمز، هذه رمز تستقبلها إحدى كاميرات الميدان، وهذا القدوم الميمون نتمنى لها التوفيق وإكمال هذا المسار على هذا المنوال. شوف الفارق ما بين رمز وما بين بقية المراكز. يا سلام، المركز الثاني من تتقدم في هذه اللحظات عقار لسعيد بن محمد بن كيل العامري على المركز الثاني، المركز الثالث تصل فيه قادة لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما شعار بن قران يصل على المركز الرابع ويتقدم مع ملامح لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري. المركز الخامس يصل ويتقدم فيه بلشة أول نداء لها لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، وصل مع سلالة مبلش على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، ولكن رمز وين؟ رمز وين يا مشاركين؟ رمز ترقص بسويك السيارة على مقدمة الشوط وفي الصدارة، وإن سارت على هذا المنوال فاطمئن يا ملكة، فاطمئن في الموتر والناموس سيكون حليفك وحليفها مع مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. هذه رمز الوصول الخطير يا مالك، رمز الوصول الخطير والمثير من عقار تتسلل تتقدم تقود المنطلقات من الخلف. هذه عقار والعصا قوس لسعيد بن محمد بن كيله العامري على المركز الثاني، وتشن الهجوم والغارة والغارة. يا سلام، تلاحق عقار على المركز الثالث، هنا من تصل وتتقدم ملامح الفوز في عيون ملامح في هذا الشوط. هذه ملامح مشاهدينا الأعزاء لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري، تصل وتتقدم ثالثة المركز الرابع. الله، وصلوا هالمنازف مع المجازف في هذا الشوط. يا سلام، تصل هنا بلشة لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري على المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم فيه وتصل
هنا غادة لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أيها الأعزاء المشاركون في هذا الشوط، اقتربنا من لوحة 1500 متر الأخيرة، واقتربنا من العد التنازلي لمعرفة بطلة هذا الشوط وسيدة البكار في أول الأشواط الصباحية، وأقواها من ستستهل أشواط الصباح بهذا الناموس الجميل. الرمز على المركز الأول، ولكن الخطورة عقار 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 على المركز الثاني، تريد أن تختطف ناموس الشوط وأيضا سيارة الشوط. ملامح تتسلل تصل في المركز الثالث لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري، وبلشع على المركز الرابع محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري 1200 متر. المركز الخامس هناك أيضا سيل قادم وسيل جارف، أول الواصلات هنا الوارية عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، أول نداء لها تصل وتتقدم على المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط، عقار عقار عقار، من سيرتفع أسعار عقارها في هذا اليوم إن وصلت على هذا المنوال. تفتتح الكيلو متر الأخير مع شعار بالكيلة، سعيد بن محمد بالكيلة العامري يقدم عقار خير تقديم في هذا الشوط الرئيسي الصباحي في هذا الشوط الحساس. يا ناس يا سلام، هل منازف قادمين؟ وهل أيضا العين قادمين؟ يا سلام، هل الطوية قادمين أيضا؟ يا سلام، ولكن عقار بالشو هو عقار 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 وبلشة، ومعركة حقيقية مشاهدينا الأعزاء. راحت عقار حتى هذه اللحظات بناموس الشوط، ولكن بلشة خطيرة، بلشة خطيرة على المركز الثاني. أبناء منازف خطيرين في هذا الشوط، يا سلام، ولكن عقار بالكيلة بالكيلة مع المركز الأول مع السيارة مع الناموس حتى هذه اللحظات. بلشة بلشة بلشة، يا سلام، يا بلشتكم من بلشة. بلشة هو عقار 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 وبلشة وعقار، يا سلام، بلشة تتسلل. أبناء منازف حاضرين متواجدين في كل المهرجانات. سلام يا منازف، سلام سلام يا منازف، سلام وسلام يا بلشة، سلام. حضرت بلشة لتختطف أقوى أشواط الصباح ولتحضر ولتسجل هذا الاسم بحروف من ذهب. تهانينا والناموس لمالك بلشة، تهانينا لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، وسلام يا بلشة، سلام. تهانينا والناموس لمالك بلشة محمد بن سيف بن زيتون المهيري. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه ملامح لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه عقار لسعيد بن محمد بالكيلة العامري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت فيه محبة لعبد الله بن حمد بن مبخوت العامري. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الوارية لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين، لكل المميزين في هذا المهرجان وفي هذا اليوم. إذن بلشة تختطف الشوط الأول الرئيسي الصباحي مع مالكها محمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري. هذه بلشة، وهذا هو ملخص الشوط. كانت في منافسة واحتدم التنافس ما بين عقار وما بين بلشة، ولكن بلشة خطفت المركز الأول في الوقت الحساس والأمتار الأخيرة لتهدي السلام لمالك هذا الشعار بتوقيت زمني 7:36.75. تهانينا والناموس لمالك بلشة محمد بن سيف محمد بن زيتون المهيري، ونقول سلام يا منازف، سلام. المركز الثاني ملامح 7:38.92 92.2. تهانينا لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري. المركز الثالث وصلت فيه عقار 7:39.36 6.2. تهانينا والناموس لمالك عقار محمد بن سعيد بالكيلة العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. إذن سيارة النيسان